بسم الله الرحمن الرحيم. الدعم المرن دي الدعم المرن عبارة عن اسطوانة زي ما احنا شايفين، جواها بيبقى حاجة زي الأنبوبة، الأنبوبة اللي جوه القلم الجاف. بتبقى الأنبوبة اللي جوه دي من الصلب أو من التيتانيوم أو النيتينول أو الفضة، معدن يعني له القدرة على الفرد والتاني يعني. بتبقى مغلفة بحاجة ما بتتفاعلش مع الجسم، سيليكون، بوليوريثين، مواد مختلفة يعني. آلية العمل ببساطة إنها بتتفرد وتتني حسب الطلب، يعني إيه؟ أنا دلوقتي العضو دي محطوطة في العضو الذكري كده، ده وضع انتصاب كأنه منتصب كده. لما بعمل ارتخاء بروح تاني كده. يبقى العضو كده مرتخي. الشخص لابس البنطلون، لابس الملابس الرسمية بتاعته وماشي عادي خالص ومفيش حاجة باينة. ساعة ما يعوز يعمل حمام أو يمارس العلاقة يروح فرد العضو. بس. بعد ما يخلص يروح تاني كده. ايه المميزات والعيوب؟ مميزات انها بسيطة جدا، وزي ما اساتذتنا علمونا ذا بيست تكنيك از سيمبلست تكنيك، يعني افضل اسلوب هو ابسط اسلوب، او افضل حاجة هي ابسط حاجة. كلما كانت بسيطة كلما كانت مميزاتها عالية. طبعا قلنا بسيطة، ما فيهاش مشاكل في التركيب، ما فيهاش اعطال، ما فيهاش لا تروس ولا مضخات ولا اي حاجة آلية او ميكانيكية. سعرها اقل بكتير من النوع الاخر اللي هو الدعم الهيدروليك، يعني اقتصاديه بالنسبه للمرضى. العيب بتاعها ايه؟ يعني ناس كتير من اللي شغاله في الدعامات والكلام ده هتسمعه كتير، يقول لك ان عيبها ان طول الدعامه اثناء الارتخاء بيبقى هو اثناء الانتصاب. يعني ايه؟ ده انتصاب، اثناء الارتخاء هيبقى كده. فبيقول لك ان الطول ده بيساوي طول المفروض. ده كلام نظري، لكن على ارض الواقع لا طبعا. المريض ما بيشتكيش من النقطة دي خالص، لأن بالنسبة له الطول ده مش فارق، والتانية دي موفرة عليه المشكلة اللي هم بيفكروا فيها، ده مش العيب بتاعها أصلا. أنا بحكم إن أنا راجل اشتغلت في الدعامات سنوات طويلة، وزي ما بيقولوا there is no substitute for experience، يعني لا بديل عن الخبرة، أقول لكم العيب بتاعها إيه. العيب بتاعها ببساطة لو العضو الذكري طويل أو فوق متوسط. إحنا عندنا 75% من رجال العالم أقل من 12 سم. عشان الناس اللي بتتفرج على افلام البورنو معتقد حاجه ثانيه، لا، احصائيا 75% من الرجال عامه اقل من 12 سم. انا عندي في الرجل العادي اللي هيركب دعامه ده مثلا الوضع العادي، لما يجي يحصل الارتخاء اهو ده الجزء المرتخي مفيش مشكله. لما يكون العضو طويل ما عندناش مشكله في الانتصاب، لكن لما تيجي تعمل ارتخاء شوف الطول في الارتخاء بقى قد ايه، ده مش عارف يلبس جنس نهائي، ومش عارف يلبس بناطيل عاديه كمان، لانه حتى هيخش في فتحه البنطلون، هيخش في الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، احنا بنشوف الكلام ده عمليه. وحتى لو جاي يلبس افاطين مع الحركه بتاعته هتبان من تحت القفطان. يعني ببساطه لو العضو الذكري طويل ما ننصحش بالدعم المرن. ده العيب الوحيد اللي فيها من وجهه نظرنا ومن خبرتنا الشخصيه.